هذه قصيدة طال عمرك اللي يسمع واللي يشاهد الكشاف ولا مشغل اللي وراء هو طال عمرك لا أو هذا نورك ترى ما أدري عاد أنت تفكرنا نور الجوال يا أبو ها مشغل تفكرنا نور الجوال الله يسامح إيه أحسن نور الجوال لا 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 هذه طال عمرك شاب من الجيران الله يوفقه أسلم أتبرع لأمه بالكبد الله ما شاء الله وأنا من هذا المنبر أشجع الشباب وأشجع اللي عنده استطاعة على التبرع لقريبه لأبوه لأمه لأخوه لأخته هذا أجر كبير السبح هدية مقبولة أي والله يعني أعطيتها بكريم اللي يستاهل أنت بني هدية أنت مخطط أنت الصوت بس هذا طعمك الشاب عزام بن عبد العزيز الموسى من جيراننا في الحي ونعم ونعم شاب من الله يوفقه تقي من الشباب اللي تحبهم ما شاء الله ما شاء واعجبني فعله هذا وسويت فيه قصيده يستاهل تشجيع له واعجاب بما فعل وتشجيع للشباب ولكل من يبغى يتبرع قريبه ولا اي انسان يا سلام اقول صلوا على النبي اللهم صل وسلم يقول لا هنت يا عزام يوم انك نويت لك بر انت خير تطيبه على الرضا والبر فكرت ومشيت وسكت القدم والرجم ترقى مرقبه عديت في روس النوايف واعتليت وفعلت فعلا كل كفو يطربه يلي اعطيت امك من اغلى ما قنيت بريتها واعطيتها كبدك هبه ورضيتها واسعدتها يومك عطيت وحققت تمانيها على ما تطلبه هذا هو البر الصحيح اللي جنيت أرضيت ربك والرضا من يكسبه واسعدت أبوك اللي معك فيما بغيت اللي تخير في خوالك منسبه واللي ما يرضي والده حي وميت هذا هو اللي في حياته مشتبه واسعدت كل البيت وارضيت ورضيت ويا حي منه عالشريعة مذهبه وخليت كل يقتدي باللي بنيت وأعجبتني والناس مثلي معجبة الناس تدعي لك وأنا والله دعيت الله يحقق كل شيء ترغبه وتعيش يا عزام في نعمة وصيت صيت رفيع عند ربك منصبه ويعطيك يا راع الوفا حرمة وبيت ورزق على كثرة ما تقدر تحسبه هذا دليل انك على الدين انتميت وبينك وبين الطيب واصحابه شبه واللي يبي مثلك ويرجي ما رجيت الوالدين كل وقت ينتبه لو غادر وما تنفعه يا ليت الموت كل الميت الموت كاس وكل واحد يشربه يا كم سمعت وكم كتبت وكم قريت واللي يقول ان نصدق الشعر اكذبه اقول له يلي على الشعر اعتديت بالعكس اقول ان نصدق الشعر اعذبه هذا وانا من فعل عزام احتميت وهذا تشجوني في الولد والموهبه وحررت لي في حضرته 20 بيت يستاهل صوغ الشعر له واكتبه سلامتك الله وجهك يا عزام الله يسعدك يا ابو نايف هذا عزام